الجيل المراهقة هو ببلش من جيل 12 13 سنة ل 16 ومتأخرة بيجي من 16 ل 18 سنة. هذا الجيل كتب عليه كتير شغلات من ناحية نفسية، من ناحية ديناميكية نفسية، ومن ناحية اجتماعية، ومن ناحية تصرفية، لأنه هو بهذا الفترة بيصير تغيرات كبيرة جدا من ناحية جسمانية نفسية اجتماعية كمان اقتصادية وعلاقات العائلية بين الأفراد العائلة، لأن كل هاي التغيرات المراهق لا يدري ما يعمل، فهو بحب دائما يأخذ إشي سند خارجي خارج البيت أو إشي اللي هو بيعتبره مهم جدا في حياته وممكن يقتبس منه شغلات ويتأثر عليه بعدين في على حالته النفسية. واحدة من التغيرات اللي بتصير بهذا الجيل المراهقة تغيرات الجسمانية، من ناحية انه الجسم بيكبر هو بيكونش الراس العقل مستوعب التغيرات الجسمانية اللي بيصير فيها، فبيصير عنده نوع من الإحباط وعدم السيطرة على مشاعره وعلى اندفاعاته وعلى سلوكياته. في منهم بهربوا للمخدرات وسموهم بصيروا يشربوا، وفي منهم بيدخلوا في وضع اكتئاب، لأنه عملوا إحصائية لقوا 70% من هذا الشباب من هاي الفئة شباب وشابات إنه غير راضين على منظرهم، وهاي مشكلة. وقسم كبير حوالي آخر إحصائية كانت 57% منهن بدهن يغيروا إشي في جسمهن عشان يكونوا مقبولين على نفسهن أولا بعدين على المجتمع. اليوم كمان عنا إحدى الاضطرابات هي تعلقية في الميديا، وهي تعلقية في يعني أهل بيجوني إنه أولادهم بقعدوا 16 ساعة بكلب الغرفة بس على السوشيال ميديا. يعني وإذا بتلاحظ بتروح على مطعم، تروح على قهوة، على كذا، بتلاقي 3-4 شباب قاعدين وشابات قاعدين مع بعضهن وكلاتهن على السوشيال ميديا. يمكن ببعث له رسالة محده وهو قاعد محده، ببعث له رسالة عشان التواصل، بطل التواصل وجه لوجه كحديث كثقافة كلقاءات بين الأصدقاء، لا صارت على الميديا. وبطل عند كتير منهم ذول قسم كبير اللي مع الوقت بيصير عندهم رهاب اجتماعي، بحبوش يقعدوا مع الناس الآخرين، بفوتوا وضع اكتئابي. قسم كبير 50% منهم بفوتوا وضع اكتئابي، والنسبة تجربة الانتحار أو تفكير بالانتحار عند الشباب هي عالية جدا عند هاي الفئة وعند الصبايا طبعا، لأنه نسبة الاكتئاب والقلق أكثر موجودة عند هاي بهذا الجيل الشابات من الشباب. صاروا هني نفس يصنعوا عندي يصنعوا في الميديا نفسها كيف لازم وجهه يبين، كيف لازم الشفايف تطلع، كيف لازم الخشم، كيف الشعر، كيف جسمه، عدم التلاؤم بين أقسام الجسم، الصدر، الكذا كذا. فكتير شغلات هاي الشباب بحاولوا يغيرون حتى الفك الفم وكذا. اليوم فيش عملية جراحية بتنعمل خاصة بالفك بدون ما اللي بدي يعمل هاي العملية لازم يتوجه للطبيب نفسي ويعطيه انه ما فيش عنده هاي الحالة النفسية اللي احنا بنسميها ديسمورفوفوبيد، لانه ولا مرة راح يكون بيرفكت كامل ومتكامل. بقضوا وقت على المراي او يدوروا وين في عدم الملائمة في الجسم بين 4-8 ساعات يوميا. تصور هذا إذا كان طالب ولا طالب بقدرش يدرس إلا غير يتبع ذاته ودائما براقب ذاته وعدم الرضا من الذات. إسا كل هالاندفاعات هاي أهم إشي فيها إنه إحنا ما نقدر نسيطر عليها ولا ما نقدرش نسيطر عليها، وهاي الفئة من الشباب عندن فيش عندن أول شيء سيطر عليها، وعدم الثقة بالذات. من الرضا عم بغيب بسبب متابعة الميديا، حسب رأيك بغيب مفهوم الرضا؟ من مرة مزبوط جدا، لأنهن غير راضيين. حتى لو أنه يعني أنت تعال شوفي شاب وشاب بتقول والله جميلة فيش إشي، بس هي حسب رأيها لا هي غير جميلة وعندها عتاها، عندها نقطة هون أو نقطة غاد، بدوروا على كل نقطة
في جسمهن اللي ممكن هي تشوفه غير ملائم او خادعتها بالنسبه لها انه مش حلو ولازم انا اجمل حالي اغيره. هو دائما كان في دور للمشاهير يعني من القديم حتى اليوم، بس اليوم يمكن اكثر هيك تواجد الصفحات الاجتماعيه التواصل الاجتماعي كلياتها عم بكون في مغالاه اكثر بمرافقتهن اليوميه خلال 24 ساعه كل الوقت. الصبايا متابعاتهن، صبايا وشباب ونساء ورجال متابعين المؤثرين والمؤثرات، في لهن تاثير كثير كبير، وهذا بتعلق كمان مين احنا بنتابع. يعني في مؤثرين اللي لهن دور إيجابي عندهن محتوى اللي هو رائع ودفكة، يعني إحنا بندعم إنهن يتابعوهن، وفي مؤثرين اللي لا أكتر بيجوا بمحتوى سطحي. اليوم اللي إحنا لا ما بندعم إنه إحنا شبابنا وصبايانا يكونوا معهن، وإنما يكون في مراقبة داخلية وخارجية من الأهل وكمان من الشاب وصبي نفسهم، يعرفوا ليش هن اليوم عم بتابعوهن، من أي محل، إيش عم بغطوا، أي نقص معين موجود عند الشاب وصبي، وهاي المؤثر هيك عم بطلعه عنده. توجه للكمال زي ما حكيتي والصورة المثالية هي مش عن جد حقيقية ومش عن جد واقعية، وكمان عم نشوفها كتير هيك الصبايا عم بيستعملوا الفلاتر من محل إنه مش عم نتقبل كتير شكلنا. فكر الإشي هو عمل داخلي أكتر، الشغل الداخلي، أنا إيش أنا ناقصني، إيش أنا لازم أصلح بداخلي، وأنا عم بسويه عن طريق العمليات التجميلية، عن طريق الفلترز، عن طريق المغالاة، في إني أغير شكلي، شو فيه شكلي أنا لازم يتغير، ليش، من أي محل. فكتير مهم إنه إحنا نفوت هيك بأسئلة مع الشاب وبالصبية، إيش عندك نقص وأنت حاب تكمله من أي محل. هل بتعتقد إنه لازم يكون رقابة على هؤلاء المؤثرين أو رادع قانوني في ظل الظروف اللي عم نشوفها؟ قبل الرادع القانوني الرادع الأخلاقي، يعني لما إحنا منأسس أولادنا بمدارسنا بالمؤسسات تبعتنا ببيوتنا عرادع أخلاقي، لما أنا أكون مع نفسي ومع ذاتي أنا ما أتصرف أي تصرف اللي هو مشين اتجاه نفسي واتجاه ذاتي، أعلي استحقاقي وتقديري لذاتي، ثم الرادع القانوني اللي هي أكتر للمؤسسات أنها تكون وتشد الرقابة، ولكن قبل كل إشي هو الأخلاق والتربية السليمة وتعاملي مع نفسي وأحترم ذاتي. معايير الجمال عم تختلف من فترة لفترة، من زمن لزمن، من محل لمحل. يعني في أماكن اللي لا، يعني الوزن الزائد هو عبارة عن الجمال، في محلات تانية اللي هي أقل. يعني إذا إحنا بنرجع للعصور الوسطى ولعصر النهضة كان في شكل للجمال مختلف عن اليوم، كان لازم الراس يكون بطريقه مختلفه، الاجرين لازم يكونوا محنيات، اللون لازم يكون في محلات كان لازم الاسنان تكون سوداء، يعني اليوم احنا كتير هيك بنشدد على البياض، بالعكس كان في هناك سواد. فالمعايير هي بتختلف، فممكن اليوم اكثر هيك يمكن الاصحاب ال هل بفضل التفكير بلازم من ناحيه صحيه بصير اكثر من ناحيه شكليه، فقط وزن يعني اليوم يمكن بيركزوا على الوزن، بيركزوا على اللون، ركزوا على الألوان. اليوم الشفاف، بتذكر قبل 20 سنة كان لازم يكون صغير، اليوم لا، بدهنياته يكون كبير. فالمعايير عم تختلف، معايير الجمال عم تختلف، بدناش نركز بس على جانب واحد. كتير مهم انه الصبية تتقبل حالها زي ما هي. اذا نتطلع على مجال الوزن الزائد، هو من محل صحة، من محل انا بدي احافظ على صحتي، بدي اعمل رياضة، بدي يعني اشرب ماء، يمكن اكتر المختصين بالصحة ممكن يساعدوكي هون، ولكن انا اتقبل حالي زي ما انا. لما انا بدي اغير من اي محل انا بدي اغير، هل عشان ألفت الانتباه، هل عشان شخص معين أنا عندي يعني بقارني بغيري، لا، هذا أنا وكنت تقبلوني زي ما أنا. لما بتغير وزني أكتر أو أقل، هذا لأني أنا بدي هيك، لأن أنا بدي أحافظ على صحتي ومحترمة ذاتي ومتقبلتها زي ما هي. أنا صراحة بلاحظ كثير هاي الفترة إنه الصبايا جدا الإشي دارج معاهن، موضوع عمليات التجميل إن كان بالبشرة أو حتى بالجسم، الإشي جدا دارج صح بالفعل. يعني شو رأيك بهذا الإشي، هل هذا إشي إيجابي أو سلبي؟ صراحة للناس اللي بتحتاج، أنا حسب رأيي فيش أي مشكلة إنه الواحد لما هو عن جد محتاج إنه يتوجه لهاي العمليات، بس لما مش بحاجة للموضوع أكيد أنا لا، بالعكس بحب إذا، أنا كثير بحب الطبيعة. اليوم السوشيال ميديا كثير بتأثر على بناتنا صراحة. أنا بلاحظ يعني هذا الجيل بيجوا عندي كثير صبايا، وبشوف كمان حوالي الإشي جدا متأثروا بالصبايا اللي بكون موجودة بالسوشيال ميديا، إن كان بالمكياج، إن كان بالشعر،
كان بالتجميل اللي بيعملوا باللبس، كل إشي بأثر قاعد على بناتنا مزبوط. يعني بتلاقيهن اليوم كثير بروحوا قاعدات للعدسات، لتطويل الشعر مثلا، للبوتوكس، للفيلر، للعمليات التجميل. وبسن صغير كمان، صبايا صغار اللي هن عن جد المفروض يكونوا متقبلات نفسهم زي ما هن. فأنا دائما بحكي لنا إذا أنتوا بهذا الجيل مش متقبلات حالكم، وأنت بتكون تقبلوا نفسكم. يعني تعتقدي إنه الفتيات أخذوا المؤثرات كمثال أعلى لإلهن وبتبعوا نصائحهن المختلفة بالجمال وبالملابس؟ هو صراحة بتقدرش تقول عن المؤثرات هنا، إذا مؤثرات ممكن يكونوا يأثروا على نفسهم. يعني أنا بالنسبة لي هذول مش مؤثرات اللي هن بأثروا على بناتنا، يعني ممكن تأخذ الأشياء اللي أكثر سلبية أكثر من الإيجابية. يعني أنا بعتبرهن مش مؤثرات، ممكن مؤثرات من ناحية التجميل، من ناحية الجمال واللبس والشعر، أما من ناحية القيم لا، أنا بالمرة بلاقيش الإشي مؤثر. عم نشوف الفتيات بدهن يخسروا وزن وبدهن يضعفوا عشان يلفتوا نظر الشباب أو بغض النظر، وبيقوموا الأمر بطريقة غير صحية وغير صحيحة، وبيخسر وزن بفترة قصيرة وبضروا بأجسامهم. شو رأيك بهذا الموضوع؟ طلع هي كلها ياتا هاي شغلات التجميل الزائد أو الوزن الزائد أو هو كل هاي الأمور اليوم عن جد قاعد بتكبر، المواضيع هاي كلها قاعد بتتزايد بشكل كثير كبير. أنا صراحة بنصحش، يعني أنا كثير لو برجعوا الصبايا للرياضة بعدهم بجيل صغير، جيل 10 و12 و14، يعني فيش أحلى من الرياضة لجيلهم العمر، إن أكيد صحيا ونفسيا وجسديا. فلا أنا بفضلش هاي الأمور إلا إذا زي ما حكيت لك لما بيكون في ظرف خاص أو ظرف صحي.